السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، من واحد الدوار في الهرويين سميتو دوار البنان، اسم غريب. ومن تما كينا خدا اللقب ديالو هاد الشاب اللي حدانا واللي عنده واحد الموهبة، كيقول ان عنده موهبة، ولا سميتو الشاب بنانة، اسم كيضحك الشاب بنانة. ولكن هاد الشاب بنانة اللي هو سميتو الاصلية يونس، يونس واحد شاب مغربي فحال الشباب المغاربة، قهروا الفقر، زلط قهرة، كيسكن في بيت في واحد الدوار اللي قلت لكم هو سميتو دوار البنان، بيت في البناء العشوائي، السومة الكرائية ديال واحد 500 درهم، لا خدمة لا ردمة، كيبريكولي فحالو فحال بزاف ديال الشباب المغاربة. ولكن أنا اللي عجبني في يونس بكل صدق، عجبني فيه انه مرضي الوالدين، مرضي ميمته، وعجبني فيه انه واحد القصه ديال الحب كانت ما بينه وبين واحد الطفله، هو توا كان صغير عنده 18 سنه وهي 14 سنه، وكانوا لاعبين عروسه وعريس، وتوجات فعلا بالعروسه والعريس، خدا ديك البنيته وراه ولدت ليه الوليد الاول وراها حامله دابا، الله يكمل عليها بالخير. قصه انسانيه تستحق اننا نضامنوا معها. يونس الرجوله الشهامه ما بغاش موت بان، قلت له نبين لك الام ديالك، قال لك لا اختي فاطمه الزهراء راكي عارفه الناس، ما كرهناش نبينو هو ومرته بكل صدق، حيت واحد الكوبل زوين، كوبل هو عنده 22 دابا سنه 22 سنه 23 وهي عندها 18 عام، الله يكمل عليهم بالخير. يونس كيقول انه من بين اروع الاصوات في عالم الراي. اجيو بعدا نسمعوا القصه ديال يونس، ويونس علاش باغي يدخل هذا عالم الفن، باغي يعاون ميمته، باغي يدير لها عمليه جراحيه ياك، علاش؟ ان شاء الله بحول الله. لا الكلوه الوالده عندي مش عندها شي مرض وقلب الكلوه، فهمتي يعني، فهمتي طلب لها الطبيب مش عمليه يعني ب 80000 فهمتي يعني، كما كتشوف اختي فاطمه الزهراء دابا ماشي كاينه ازمه يعني، فهمتي بزاف 80000 80000 بزاف اختي فاطمه الزهراء يعني، فهمتي انا ما خدامش، فهمتي الوالد مره خدام مره مريح، وفهمتي هذه الوقت فاطمه الزهراء اختي ياك الله يصاوب اختي فاطمه. ومالكم مش معصبك يا يونس؟ معصب ما والو، فهمتي غير مش غير حشمتي. قرب حدايا، قرب حدايا وليدي، ما عندك مناش تحشم، واش كاين شي مغني كيحشم؟ الله يحفظك يا فاطمه. اجي نهرسوا الحشمه نبداو بشي اغنيه، يلاه سير سير نهرسوا هاد الحشمه مع يونس سير. والحبس غلبني ويا الميمه وانا صغير، يكتب عليا ويا الحنينه ما بيدي ما ندير، الفقر غلبني ويا الحنينة وأنا صغير، يكتب عليا ويا المويمة ما بيدي ما ندير، حتى اللي نبغيهم يا الحنينة وعطوني بالظهر، يا جرحوا قلبي وخلوني يا في الدار نحتار، حتى اللي نبغيهم ويا الحنينة وعطوني بالظهر، يا جرحوا قلبي وخلوني يا في الدار نحتار. الديسك فاطمه الزهراء اختي هذا تاعي انا، فهمت انا اللي كاتبه، انا اللي فهمت انا اللي صار عليه، وان شاء الله ان شاء الله غنلوحو ان شاء الله في مع راس العام ان شاء الله غنلوح الديسك هذا. غلبك الفقر عرفناه، والحبس دوزتي الحبس؟ الحبس مشى على الشباب فهمتي بصراحه، فهمتي دوزتيش الحبس يا يونس؟ لا لا اختي فاطمه الزهراء انا الحمد لله فاش ما عمرني فاش ما دوزت الحبس يعني، فهمتي مرضي الوالدين فاش كنت في هذا الصداع اللي بزاف ديال الحوايج. لا بليا لا والو، لا والو اختي فاطمه الزهراء. برافو عليك اولدي، بالرغم من انك عايش في واحد البيئه وواحد الحي اللي البليه هي الطبيعيه ان الواحد يكون مبلي. اختي فاطمه الزهراء فهمتي انا، فهمتي انا كنحمد الله وكنشكره يعني، فهمتي انا عارف، فهمتي انا عارف راسي، فهمتي الا تبليت فهمتي انا باش نخرج على راسي ونخرج على الوالده وعلى الوالد مريض، فهمتي يعني والمدام عندي يعني انا كيبان لينا ان الانسان راه يقدر يعيش بحال هاد الاحياء الهامشيه وهاد الاحياء اللي كتعتبر من النقط السوداء في المغرب، ويقدر انه ما يتبلاش، وهو خير دليل، وهو تبارك الله ولد الحياة ولد العراض ومرضي ميمته. غلبك الفقر يا يونس. اختي فاطمه بزاف والله العظيم اختي فاطمه، ولكن فهمتي يعني كلمه واحده فهمتي يعني نقول لك هو فهمتي يعني فهمتي واخا الفقر وداك الشيء يعني فهمتي كنحمد الله وكنشكر. فقر الشجاعه. يعني فقر الشجاعه اختي فاطمه الزهراء اللي عنده صحته يحمد الله فهمتي. اشرح لبعض المشاهدين اللي ما تيعرفوش شنو كلمه الفقر، شنو هو الفقر؟ الفقر فاطمه الزهراء اختي يعني شنو غنقول لك فهمتي يعني الفقر فهمتي الفقر هو الانسان فهمتي يعني ما عندوش فهمتيني يعني فهمتي كيمشي على الطبيب فهمتي يعني فهمتي كيطلب ليه شي عمليه وهو مسكين يعني ما عندوش كيفاش يخلص ديك العمليه، هذاك هو الفقر. قبل ما نوصلوا للعمليه الفقر هو ملي كتفيق
يعني الفقر مش الفقر هو يعني فهمتي كتفيق مع ديك 6 الصباح فهمتي كتمشي تخدم يعني فهمتي كتفيق باش يعني في وقت الشتاء في وقت البرد يعني ما فهمتش يعني باش ما غاتسوقش راسك فهمتي ولكن فهمتي راه يعني مشي عندك امك وباك يعني مشي كيموتوا بالجوع خوتك يعني بزاف ديال الجوع الجوع اختي فاطمه الزهراء شنو كاين الجوع يونس كاين باقي الجوع في المغرب بصراحه ماشي يعني ما كاين الجوع اختي فاطمه الزهراء في المغرب كاين الجوع كاين بعض النهار اللي ما كتلقاو ما تاكلو يونس اختي فاطمه الزهراء بصراحه كاينه والله العظيم بالله فهمتي يعني فهمت اللي كيجي فهمت يعني فهمت اللي كيجي لبعض النهار يعني فهمت كنتعشاو بشي غير بالخبز واتاي تغداو بخبز واتاي فطروا بخبز واتاي فهمتي هذا هو اللي كاين اختي فاطمه الزهراء يعني كاين النهار اللي كتفيق انت وامك وخوتك وانت هو الكبير اختي فاطمه والزوجه ديالك وليدك وكتفطروا بالخبز واتاي وكتغداو بالخبز واتاي وكتعشاو ثاني بالخبز واتاي وي اختي فاطمه الزهراء ولكن بقاو تفطروا على 3 المرات في النهار ما كرهتش فاطمه الزهراء يعني باش يعني ما كرهتش فهمتي يعني دابا يعني مش كاين ما كاينش الجامعه مش كاينه ازمه في المغرب يعني فهمتي الباب مش الباب يعني اي واحد حتى كتمشي عاد ما كاين ما يدار ما كاين ما يدار يعني اش غادي باش تتفرد ديال بنادم باش كتحس هذيك الساعه اللي كتشوف راسك انك عاجز انك توفر واحد الطرف ديال الخبز لميمتك ولمراتك وانك انت مشهي ان الميده تكون مزوقه وتكون عامره وفيها شلايد وفيها مش كتحس يونس وبصراحه فهمتي كنحس يعني بواحد يعني بواحد النقص ولا العظيم فهمتيني ولكن يعني يعني فهمتي ما فهمتش يعني مش ما نقدرش مش ما نقدرش انا مش نعمر لي الطابله ولا انا ما انا مش ما كرهتش فاطمه الزهراء انا مش ما كرهتش انا ماشي ما بغيتيش ما خديتيش مش ما قضيتش يعني فهمتش يعني علاش اخويا يمكن تخرج تدبر على راسك ماشي ما كنخرجش ندبر راسي فهمتش يعني فهمتش راك عارف انت اختي فاطمه الزهراء دابا مشي فهمتش راك عارف مش كاين دابا مش كاين ازمه فهمتيني ومش اي واحد مش كنمشي عدو يعني ما كاين ما يدار مش ما كاين ما يدار اش كدير انت في حياتك يونس انا شنو نقول لك فهمتش انا حرفتي مش انا حرفتي سودور فهمتيني وحرفت سودور مزيانه ولكن اختي مش عندي حساسيه منها فهمتش عندي حساسيه فهمتش من السودور يعني مش عندي غير حرفه واحده السودور ولكن مش مرضني السودور فهمتيني مرضني اختي فاطمه الزهراء راه عندك حساسيه على ديك الريحه ديك الدخان ديال الباكيطه بعدا شنو كدير باش كتبريكولي باش كتجيب طرد الخبز اختي شنو نقول لك فهمتي كل مره واش اختي فاطمه الزهراء فهمتي مره فهمتش يعني كيعيط لي مش واحد السيد فهمتي باش كنشارجي معاه فهمتي في الكاميو ديالو فهمتي كيشارجي شي ديال البلاستيك شي ديال لافيراي فهمتي هذا هو اللي كاين اختي فاطمه كيعطيك 60 درهم 70 درهم يعني فهمتي كضرب تجمع فلوس الكرا وخص وي اختي فاطمه الزهراء والله العظيم بالله يعني فهمتي فلوس الكرا انا كنت كنسير على الدار يعني خاص ما ياكلوا ولدي مشى قريب مشى حتى هو مشى قريب يعني تدخل مشى للمدرسه مشى ما عادش يعني باش ندخلوا للمدرسه يعني بزاف ديال الحوايج اختي فاطمه الزهراء طيب انت يلاه قلتي بسم الله في الحياه 23 سنه علاش اخويا يونس ما ديرش شي بيعه وشريه ما كرهتش فاطمه الزهراء ريبورتور شي ما كرهتش فاطمه الزهراء ولكن مش الله غالب يعني باش ما يعني ما كرهتش انا لقيتي جد ما لقيتش اختي فاطمه الزهراء جد لجد الله سبحانه وتعالى هذاك الشيء اللي كاين دابا نهضروا على ابسط حاجه المدام ديالك حامله الا توهمت لك على شي حاجه وانت ما لقيتيهاش وقعت لي وقعت لي والله العظيم بالله وقعت لي مش واحد المره ولكن يعني فهمت يعني الصراحه يعني توهمت لي مش على هذاك مش حب الملوك فهمتيني ما عادش باش نشري تعاون معايا فهمتي تاع الوالد فهمتي هو اللي خدا لي الوالد واخا مسكين مش معدوش يعني فهمت قال لي ياك مش قال لي ياك قال لي ياك قال لي سير توكل على الله مشي تعطى لي حبل والله العادي ما خشفات مزال تعاون معايا مشى تاع الوالد ديالك لا اله الا محمد رسول الله كاين الله سبحانه وتعالى هذاك الشيء اللي كاين اختي فهمتي كاين الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله ما تكرهش دير شي بيعه وشريا شي حاجه يعاونوك فيها الناس باش تقدر انك تعاون الوالده ديالك وتعاون مراتك ما كرهتش اختي فاطمه الزهراء والله العادي نمشي انا ما كرهتش ولكن نمشي يعني مش الله غالب يعني غالب الله مشي يعني الانسان مش راه يعاوني فينا لا 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 محمد رسول الله انت كتشوف راسك انك عندك موهبه في الفن وفي الغناء وصوتك زوين اختي فاطمه الزهراء والله العادي نمشي انا يعني فهمتي انا من مش انا من الصغر ديالي فهمتي وانا كنحب الراي من الصغر ديالي فهمتي وانا يعني فهمتي موهوب بهذا الشيء ديال الراي يعني فهمتي وقادر نمشي يعني قادر نعطي الراي يعني ماشي يعني تبقى كنتفلى عليكم
نكذب عليك. شكون هذا الفنان اللي كتانسبير منه اللي كيعجبك في الراي وبسببه هو وليتي كتبغي الراي؟ الدوزي والله العظيم اختي فاطمه بزهره مش لا مش الدوزي هو اللي مش ولا كنت مزك لي انا في الصراحه يعني في المغرب. خارج ارض الوطن؟ خارج ارض الوطن. كيعجبك في الفنانه ديال الراي؟ ايمن سرحاني. لا وفنانه ديال الراي شكون كيعجبك في اللي معروفين في الراي؟ واش هادو كيغنيو ايمن سرحاني ودوزي واخا ما يكونوش مغاربه؟ ايمن سرحاني ودوزي كيعجبوك الاغاني ديالهم تحافظهم؟ وبالنسبه للراي شكون اللي كيعجبك في الراي؟ فنانه ديالنا اللي غناو الراي وعجبوك؟ بشحاتي معمر. يعني الدوزي. لا عندنا حنا فنانه هادو ما غناوش الراي هادو، هادو غناو غير انت نويك على الراي. شكون اللي في الفنانه ديالنا عجبك في الراي؟ يعني في المغرب؟ داك داك فنان ترى مات دابا يعني عاقل الله يرحمه. لا المغربي داك تميم الوج يعني الله يرحمه يعني وسع الله يرحمه كاملين. هو اللي كان يعني مش عنده مش عنده. شنو الاغنيه ديالهم اللي حافظها اليوم؟ لا هو لا عاقل الله يرحمه. الشاب عاقل يعني مش حافظ مش حافظ يعني مش اغنيه ديالو ديال مش ديال حاجه بيزار ماشي هو ما حياتي بلا بلا. والشاب ميم الوج ديال صبروا داك الغايب صبروا. يلا قولها لينا. صبروا داك الغايب وصبروا وداك الغايب صبروا وصبروا عز الحبايب قولوا له ولا الغلط جا مني سامحني نصلحو ولا الغلط جا مني سامحني نصلحو قولوا له الا كان زعفان قولوا له قولوا له عز الحبايب شاوروه ولا الغلط جا مني سامحني نصلحو ولا الغلط جا مني سامحني نصلحو. تبارك الله عليك يا ولدي. انا سعيد فكرتني الاغنيه بزولو هادي شكرا زولو. تبارك الله عليك يا ولدي تبارك الله عليك. ما كتفكرش ما فكرتيش انك تغني في العراس تغني في ملاهي ليديه تغني في فكر شخص فاطمه بزاره ولكن يعني فهمت يعني حتى واحد معيط لي يعني حتى شي واحد بصراحه يعني فكرت فهمت يعني فكرت يعني باش نغني في سهرات فهمت يعني فهمت عراسات يعني سهرات فهمت ولكن دابا يعني حتى شي واحد معيط لي خت فاطمه. شنو بغيتي؟ بنانه شاب بنانه. شنو بعدا واش خسريتي الشاب بنانه حيت كتكون في دوار البنان؟ سميت الدرب اختي فاطمه بزاف. واد الدوار اللي سموه دوار البنان حيت فيه الشجره ديال البنان بزاف؟ لا لا فهمتش ما نعرف فهمتي حيت انا مش حيت انا يعني فهمتش نهار تزاديت صافي بقى مش يعني مش لقيت ولاد البنان بقى ولاد البنان مش ما عرفتش يعني شكون سماك بنانه؟ يعني فهمتش غير مش ولاد الدرب فهمتي ولاد الدرب فهمتش مع شافوني فهمتي صوبت يعني باج ديالي في يعني في ذاك في اليوتيوب اليوتيوب فاش كنتي دزتي معنا نيت على قناه شوف تي في. اي نعم تما درنا لك حنا الشاب بنانه. من تما اختي فاطمه من تما اختي فاطمه تحيه لخويا اسماعيل على هذا الاسم ديال الشاب بنانه. كنحيوك اخويا اسماعيل رئيس التحرير اللي دار السميه ديال الشاب بنانه. شنو النداء ديالك؟ انا فهمتش النداء ديالي فهمتش هو الناس فهمتش يعني فهمتش هو الناس يعني يعني فهمتش يعني فهمتش تعاونوا معايا فهمتي يعني فهمتي يعني انا ما فهمت والو قول لينا في الباج ديالي فهمتيني باش يا ولدي شنو سميتها باش انا الشاب بنانه مش الباج ديالي الشاب بنانه عافاكم لما دخلوا عاونوا الشاب بنانه والله الا يستحق اننا ندعموه باش انا فهمتيني يعني فهمتي هذه دويرتك ودويرت امك 15 يوم لا بيت ديالي بيتك هذا دابا هذا هو بيتك هذا هو المريض ديالك شنو عندك تما كوين دابا هنا فين كتنعس انت والمدام؟ نعس هنا ناكل هنا نشرب هنا يعني كل شيء يعني كل شيء الحمد لله هذا هو بيتك المريو حنا غنضربوا واحد الدوره باش حتى المشاهدين يشوفوا المعاناه ديال هذا الوليد الله يجازيكم بخير اللي بغى يقدم ليه هذه المساعده ابوناو معاه في الباج ديالو يتابوناو معاه في الباج ديالو الشاب بنانه انا ولي اللوح باش انا يعني نمشي ولي باش كل 15 يوم كل شهر فهمتيني قتلوح 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 كل نهار انت مالك قالوا فهمتي خاصهم غير فهمتي غير يدعموني فهمتي يعني ليزابوني وكذا كيعرفوا اختي فاطمه شي محسن ولا شي محسنه يحنوا مع هاد الوليد راه مسكين مرته حامله بركه من الولاد لا لا صافي اختي فاطمه بزاره بارك الله يجعل بارك يونس بارك اختي فاطمه بزاره جوج راه بزاف
الوقت تغير الوقت. الحمد لله شفاعة المتعب. الحمد لله على عطيه الله سبحانه وتعالى. شحال رقم ديال التليفون ديالك سعيد؟ كتب النمره 0634 18 0634 18 26 02 26 02 02 هذه النمره ديالك. هذا هو الرقم ديال الشاب بنانا. هو هكا الدري حشومي راه راه يحشم بصراحه شفاعه الزهراء والله عادي فهمتي لا حشمال منكم والله. علاش ولدي حشمال؟ حيت صدرتينا طوعتينا ديك التطويعه ما عرفت فين دار معانا. هو كيسكن في دوار بنانا وحنا مشينا لدوار تفاح الزهراء وصاحبي والله العادي نقلبوا على تريبورتر باش نجيو. قلتي لي جوج خطوات ها القنطره ندوزو على جوج خطوات. سمحوا لي اختي فاطمه الزهراء بزاف والله العادي. مشكله وليدي الله وليدي ما كاين مشكل. الى نهار كبير هذا اللي جينا عندك وشفناك وشفنا وليدك وشفنا المدام ديالك وشفنا كيفاش كتعيش. وليد مأدب مربي متخلق يستحق منا اننا نعاونوه ويستحق منا اننا ندعموه ويستحق ان المحسنين. انا عارفه ان قلبكم كبير وكتحنوا وكتشوفوا بعينيكم وكتحنوا بقلبكم عارفاكم ما كتعياوش. شي هذوك اللي كيبقاو يكتبوا لينا اقهرتونا بالحالات هذا ما عندوش والله دوك ما كيعاونوا. شي هذوك اللي كيبقاو يكتبوا اقهرتونا كل مره جايبين لنا واحد يطلب والله هذوك ما كيعاونوا. راه اللي كيعاونوا العكس كيكتبوا كومونتيرات زوينين وكيتصلوا بالناس وكيصيفطوا لهم. كاين اللي كيصيفط 100 درهم كاين اللي كيصيفط مقديه كاين اللي كيصيفط حويجات كاين اللي كيصيفط فراش غيلوح وكاين اللي غيصيفط مينطه. راه اي حاجه كتعطيوها لهاد الناس راه كتدخلوا لهم الفرحه والبهجه للقلوب ديالهم. راه صدقوني ان الشاب بنانا اولا ولدنا يونس راه محتاج. انا غادي نضرب لكم واحد الدوره وتشوفوا البيت ديالو كيفاش داير وانتم غتحكموا. شوف تي في متأكدة انهم غادي يتعاونوا مع هذا الوليد هو والمدام ديالو. شابه في عمر الزهور عندها 18 سنه عندها وليد وراه هي كتسمع فينا وحامله وكنقولوا لها بركه من الاولاد ان شاء الله تقدي على جوج وليدات راه كتشوف فيا. الله يجعل بركه بنتي باش تقدوا عليهم. وحنا تنتمنوا انكم تعاونوا هذا الوليد. راه اغلبيه ديالنا اللي في العمر ديالي غادي يكون عندهم وليد قدو نعتبروه ولدنا نعتبروه خونا نعتبروه اي حاجه نعتبروه جارنا اعتبروه اللي بغيتو. المهم عاونوه خصو ما ياكل خصو ما يشرب خصو ما خصو كل شيء خصو كل شيء. ولكن كاين الله كاين الله سبحانه وتعالى يرزقنا من حيث لا نحتسب. الله سبحانه وتعالى كيسخر عباد لخدمه عباد. الله سبحانه وتعالى بغى يشوف يونس على العود وبغى يعطي لواحد خور فيلا ولكن بغى هذاك مول الفيلا يعطي لهاد مول العود. بغى هادوك الناس اللي كيلوحوا الماكله وكيشريو بالزيد يعرفوا راه كاينو بحال يونس. اننا مثلا كنشريو 4 ديال اليوغورات ولا 6 وكنشريو 7 يطرود ديال الحليب ولا 8 كناخذوا واحد جوج وكنعطيهم لهذا وكنعطيهم لهذاك. والله لا يضيع اجر من احسن عملا. اتقوا النار ولو بشق تمره. والكلمه الطيبه صدقه. اللي ما لقى ما يعطي لهاد الوليد يعطيه غير كلمه طيبه. حيت انا يونس حسيت به كيتلعتم. شكون حتى واحد شكون كراه شكون كيرضى انه يبيع ماء الوجه ديالو ويدوي بوجه مكشوف ويقول لك انا ما عنديش انا بغيت ندير لمي عمليه ب 80000 ريال وما لقيتش باش نديرها لها. ما كاينش مصعب من العجز انك توقف عاجز امام انك تقدم يد المساعده لاقرب الناس ليك. ما كاينش مصعب انك تفيق الصباح تلقى ميمتك ولا تلقى ولدك ولا تلقى خوك ولا تلقى اختك واقفين باغين شي حاجه وكيمدوا لك يدهم وانت الغلب الله ما لاقيش. كاينش مصعب انك تجي شي مناسبه دينيه بحال عيد الاضحى بحال. انا متاكده ان في عيد الكبير كتمحن يا يونس. باش تشري ديك هذيك الشنيتيفه تجيبها. وي ولا العادي ما اختي فاطمه شحال كتشري العيد؟ ب 16000 17000 يعني حوليه صغيره بصراحه. اللي كتبقاو الدورو ما قادكش حوليت 100000 و 120 وكتبقاي تقولي للراجل. راه كاينين الناس انفقوا مما رزقكم الله واما بنعمه ربك فحدث. والله سبحانه وتعالى يحب ان يرى النعم علينا. الله سبحانه وتعالى ما كيبغيناش نتبهدلوا لكن الله سبحانه وتعالى كيفرح ملي كتفرح احد العباد ديالو. غنختم معكم هذا البث المباشر من هنا من هذه الغرفه بيت مع الجيران مسقف بالقصدير. الشتا راه ما نعاودش لكم كي كتولي عندك الدنيا هنا. بعدا من هنا كتهبط الشتا. ومن هنا كتهبط الشتا ومن هنا كتهبط الشتا.
الشمس تحرقو، الشتا تغرقو، البرد عليه. المهم لا اله الا محمد رسول الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وغنختموا هذا البث المباشر بواحد الاغنيه جميله نسمعوها من عند ولدنا يونس باش نخرجوه من هذا المود اللي هو فيه. تفضل يا ولدي. شي اغنيه على المي ما كاينه؟ كاينه. شد اخويا. هو كين دير الفرقك وانتي مي ويا الوالدة، يا ونارك شعلة في قلبي مي مال حنينة. كين دير الفرقك وانتي مي ويا الامي ما، يا ونارك شعلة في قلبي مي ما رابعة. تي فرقتيني انا دنيا غادة زربانة، تي فرقتيني انا دنيا غادة زربانة. انا وخوتي ويلا معانا ويا امي وهي الامي ما. هو كين دير الفرقك وانتي مي ويا الحنينة، يا ونارك شاعلة في قلبي ويا لمي ما. وكن دير الفرقك وانتي امي ويا لحنينة، يا ونارك شاعلة في قلبي مي ما لحنينة. لا لا يفرقك مع ميمتك، والله يجمع الشمل كاع الوليدات مع مواتهم. الام ديالك راه كتبكي وكتمسح في دموعها، وما كاينش شي ام ما غاديش تبكي، حيت كيف ما قلت كنحسوا بيونس انه ولدنا. انا حسيت به بحال عمر ولا محمد ولادي، و والله لا يطيح شي واحد في شي ضيق. غنختم معكم هذا المباشر على امل انني نتلقى بكم في مباشر اخر باذن الله. الى اللقاء.